أجمعين. اليوم نتحدث إن شاء الله في فواتح سورة القلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ممكن تأخذ معنى الفواتح يعني أكثر من درس. منشوف أولا السورة تسمى القلم. القلم واضح، القلم إذا بتلاحظوا هو وسيلة الكتابة. إذا قيمة القلم كونه هو وسيلة للكتابة وبالتالي تدوين وتثبيت العلوم، تدوين وتثبيت العلوم تيجي هنا أهميته. لذلك أقسم الله سبحانه وتعالى بالقلم، نون والقلم، أقسم بالقلم. وإذا أقسم الله سبحانه وتعالى في شيء فإنما هو لتعظيم أهمية هذا الشيء خصوصا في حياة البشر. ولاحظوا أنه أول ما نزل من القرآن الكريم اقرأ، ومع اقرأ إيش؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ثم سورة القلم على فكرة من أوائل ما نزل، من أوائل ما نزل. القلم بس إيش التقليم وليش قلنا قلم؟ وإذا بتلاحظوا إحنا لما بنستخدم القلم خصوصا قديما لما كان القلم مثلا من بوص أو خشب أو إيش بيحصل؟ بنبري ومنهذبه تماما، منسوي الأمور بحيث يصبح صالح للوظيفة، منبري مشان يكون فهذا هو التقليم. ولذلك تقليم الشجر شو بيكون مقصود فيه؟ برضو بتجدوا فيه قطع وتسوية وإصلاح عن طريق إيش؟ البري والتهذيب، تهذيب من أجل إنه هاي الشجرة تكون بوظيفتها بشكل أفضل. شيك هذا إيش؟ القلم. لكن هنا واضح الأصل. إذا في علاقة بين القلم وموضوع التقليم اللي هو البري نقول، والتسوية والتهيئة من أجل أن يكون إيش؟ مناسب للوظيفة، للوظيفة. طيب واليوم قضية القلم وكيف يتم الكتابة عم بتطور الأمور بشكل، لأنه هو في النهاية وسيلة، وسيلة للكتابة وتثبيت العلم. لأنه أصلا من معنى الكتابة في حد ذاتها بتحمل أيضا معاني إيش اللي فيها تثبيت. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إذن هو فريضة ثابتة بشكل مثلا. طيب